بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا مع درس جديد من دروس شرح رواة واش من طريق الشاطبي. وقفنا عند قوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. نجانا من ذوات الياء فيها فتح وتقليل، فعلى الفتح في نجانا لنا في الظالمين ثلاثة العارض، وعلى التقليل لنا التوسط الإشباع في العارض. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. خير راع مضمومة قبل السكينة تلقاه الراع. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. لآيات بدل في الأوجه ثلاثة المعروفة. على قصر البدل لنا في لمبتلين ثلاثة العارض، وعلى التوسط البدل التوسط الإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قرنا آخرين، نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها، آخرين بدل في الأوجه الثلاثة، فهذا بدل مغير بالنقل. فعلى قصر البدل لنا في آخرين ثلاثة العارض، وعلى التوسط البدل التوسط الإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. منهم أن صلة ميم الجمع، وهو نقابل المد المنفصل في الإشباع. أن اعبدوا نقرأ بضم النون. من إله غيره، نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها. غيره راء مضمومة قبل الساكنة تلقى الراء. غيره أفلا تتقون، صلة مد منفصل فيه الإشباع. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. بلقاء مد المتصل في الإشباع. الآخرة بدل مغير بالنقل في الأوجه الثلاثة المعروفة، وفيه راء مفتوحة قبلها كسرة لقاء الراء. الدنيا من ذوات الياء في فتح وتقليل، ما هذا إلا مد منفصل في الإشباع. يأكل إبدال الهمزة حرف مد. تأكلون إبدال الهمزة حرف مد. على قصر البدل في الآخرة لنا في الدنيا الفتح، ولنا في تشربون ثلاثة العارض. نعطف بالتوسط في البدل على التقليل في الدنيا، على التوسط الإشباع في العارض. نعطف بالإشباع في البدل على الفتح في الدنيا، على الإشباع في العارض. نعطف بالتقليل في الدنيا على الإشباع في العارض للسكون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ولئن أطعتم، نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها. مثلكم إنكم صلة ميم الجمع في الموضعين، ومن قبلي المد المنفصل. لخاسرون راء مضمومة قبلها كسر تلقق الراء. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما إنكم لمخرجون. أيعدكم أنكم صلة ميم الجمع في الموضعين، وهو من قبل المد المنفصل. وعظاما أنكم نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها. هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. الدنيا ونحيا من ذوات الياء فيهما الفتح والتقليل، فعلى الفتح لنا في العارض بمبعوثين ثلاثة العارض، وعلى التقليل لنا التوسط الإشباع في العارض. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. رجل افترى، نبتدئ بكسر الهمزة. افترى بكسر الهمزة، وافترى من ذوات الراء تقلل قولا واحدا. بمؤمنين إبدال الهمزة حرف مد، إبدال الهمزة واو خالصة. قال رب انصرني بما كذبون. قال رب، نقف بباء ساكنة ونبتدئ انصرني بكسر الهمزة فقط اختبارا. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. غثاء مد متصل في الإشباع. طبعا الهمز ليس فيها بدل، فهذا مد عوض فيه القصر حركة في الوقف. ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين. قروناً آخرين، نقل حركة الهمز إلى الساكنة قبلها. آخرين بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة. فعلى قصر البدل لنا في العارض ثلاثة العارض، وعلى التوسط البدل التوسط إشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. هذا ما فتح الله عز وجل في هذا الوجه،
والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.